الأمراض الشائعة اللي تسببها نقص أو فقدان الأمينو أسيدز أو الأحماض الأمينية. أول مرض عندنا هنا فينالكيتونيوريا. يقول فينالكيتونيوريا اللي هو رمزه بي كي يو is inherited as an autosomal recessive trait. يعني شنو قصده هنا؟ مرض مثل ما يقول جيني يصير بواحد من أذرع الكروموسوم هاي بالجينات. يعني ريسيف تريت يعني يحتاج إلى ريسيف يعني يحتاج إلى اثنين حتى يعني واحد من الذكر واحد من الأنثى حتى شو اسمه يظهر بشكل بارز أو يظهر المعرض المرض. يس تريت عكس الدومينانت تريت and occur in about 1 in 15,000 بيرث. يعني من واحد إلى كل 15,000 ولادة تقريبا حسب إحصائيات أمريكا يصير عندهم هذا المرض. The metabolic defect in the class form of PK is an absence of activity of the enzyme phenylalanine hydroxylase. هنا ايش راح يصير بهذا المرض؟ راح يصير تقريبا انعدام كام تامل تام او كامل لوظيفة الانزيم هو فينال الانين هيدروكسيليز. هذا شنو فايده هذا الانزيم لهذا مختصر بي اي اتش which catalyze the conversation of phenylalanine to tyrosine. يحولنا الفينايلالانين to tyrosine هذا الانزيم. In the absence of the enzyme إذا هذا الانزيم ما موجود عندنا إلى الفينايلالانين هيدروكسيليز phenylalanine levels are usually greater than 1200 micromol per liter in the newborn بالحيث الولادة. The upper limit of normal for a phenylalanine level is 120 micromol. يعني يقول أقصى كمية طبيعية تعتبر بالنسبة للأطفال وحديثي الولادة هي 120، أنا راح تتجاوز 1200 كمية. In untreated classic PKU يعني ما عالجوهم دول اللي عندهم هذا المرض blood levels as high as 2.4 مليمول على اللتر can be found chronically high levels of phenylalanine. هاي المليمول اي مليمول يعني نسبته كلش عالية تقريبا يعني نسبته اكثر 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 ضعف هذا الرقم. Can be found chronically high levels of phenylalanine on some of its metabolites. يعني مو بس هذا الفينايلالانين راح يزداد كذلك المواد الايضية مالته اللي هي فينايل بايرو قلت ما يقول مخلفات ايضية مال هذا الفينايلالانين اللي هو فينال بايروفيك اسيد فينايل بايروفيت also known as a phenyl ketone and phenyl acetic acid can cause significant brain problems. هاي يسبب لنا مشاكل بالدماغ. All of these compounds are found in both the blood and the urine of PKU patient. هاي وين نلقى هاي المواد كلها؟ بالدم وكذلك بالادرار المريض المصاب بهذا المرض. Giving the urine a characteristics must the other تعطينا مثل ما تقول رائحة بس نتأكد من المعنى مصتي مصتي عفن رائحة العفن تشبه رائحة العفن. Partial deficiencies of PAH activity are typically classified as mild PKU. يعني إذا هذا الإنزيم ما نعدم كلش بس قل نسبة نوع ما إذا مثلا المريض مثل ما قلنا ممكن يرسف يعني يجد تقريبا واحدة من الأب أو واحدة من الأم يعني مثل ما يقول ما راح يصير انعدام كامل بس partial deficiencies إذا بالوراثة مو من يعني الوالدين بس من واحد منهم. هنا ايش تايبك كلاسيفات از مايلد يعني نوعا ما معتدل. الفينال الاناني ليفلز ار بتوين 600 الى 1200 هاي هنا راح تركز هذا يعتبر معتدل اور از نان بي كي يو مايلد هايبر فينال الانين ميميا. يعني تتراوح تركيزه من 600 الى 1200 هاي الفينال الاناني لان تعتبر الانزيم مو معدوم وظيفته كاملة وإنما قليل فما راح يتراكم عندنا في الأنين هواي. The phenylalanine levels are in the range of 180 إلى 600 and there is no accompanying accumulation of phenyl ketone. ها يعني هنا شو يقول قصده؟ بايشل ديفيشنس يعني قلنا إذا بايشل يتراوح من 1600 إلى 1200 هذا يسمونه mild BKU أو non BKU mild إذا ما يعتبر يعني حالة فد معتدل جزء
شبه طبيعية إذا نسبة الجان تتراوح من 180 إلى 600 تركيز الفتال الإيراني. In infants and children with the inherited defect, retarded mental development and microcephaly. يعني هنا شو يصير عندهم هذول حالات الأطفال باحتمال الحالة أو المرضية؟ retarded mental تخلف عقلي أو تطور عقل. كذلك أمراض أو يصير عنده دماغ ضمور بالدماغ. أوكر دماغه صغير يعني يصير as a result of the toxic effect of the brain of يعني بسبب تراكم هذا الأمينو أسيد. أو it's metabolic byproducts أو نواتج الأيضية. Brain damage can be avoided if the disease is detected at birth. إذا نقدر نتجنب هذا المرض أو العفو ده مثل ما نقول damage يعني شنو مثل ما نقول ضرر بالدماغ نقدر نتجنبه إذا تم اكتشاف هذا المرض بالولادة. And the infant maintained on a diet containing very low levels of phenylalanine. بحيث نقدر نعطي جيني الطفل أك طعام هذا تكون نسبة الفينالالانين فيه قليلة لما تزداد نسبته. Also women with PKU are untreated during pregnancy almost always have babies who are microcephalic and mentally retarded. النساء اللي عندهم هاي المرض بحالة الولادة إذا ما عالجوهن راح كذلك الأطفال يصير عندهم ضمور بالدماغ أو صغير بحجم الدماغ. Mentally retarded اللي هو تخلف عقلي. The fetal effects of maternal PKU are preventable if the mother is maintained on phenylalanine restricted diet from before conception through term. يقول هنا تأثيرات صيغة الجنين الدماغية maternal PKU are preventable if the mother is maintained إذا الأم أداوم مثل ما نقول بيها أو الأكل تاكله بفنالالانين يكون قليل كلش قبل أعراض الحمل. نتأكد من الصوت تمام. هذا فينالانيميا cases occur that are not the result of lack of the pH. مرات يصير عندنا هذا فينالانيميا الانيميا مو بسبب نقص هذا الانزيم. Defect in cannot in the result of the ما راح يصير بسبب هذا الانزيم. The defect in these cases is a deficiency in the enzyme needed for the regeneration and synthesis of tetrahydrobiopterin. شنو هذا؟ is a cofactor required. هذا شنو يعني يصير عندنا نقص بانزيم، هذا الانزيم شو يسوي؟ يكون لنا هذا الفاكتور اللي هو pH4. شنو فايدة الفاكتور for the enzymatic hydroxylation of the aromatic amino acid of phenylalanine. يعني مرات شو يقول هنا أنا. يقول مرات زيادة نسبة فينالالانين مو بسبب نقص هذا الانزيم اللي حوله وانما بسبب نقص انزيم ثاني. هذا الانزيم الثاني يكون لنا مادة اللي هو pH4 اللي هو يعتبر كوفاكتور يدخل بعملية مع الانزيم اخر اللي هو قلنا البي كي يو العفو بي AH وعن طريقه يعني لمود يسوي مثل ما نقول اروماتيك امينو اسيد يحولنا الفينالالانين الى تايروسين وتريبتوفان. A deficiency of pH4 results in elevated blood levels of phenylalanine and deficient production of neurotransmitter from tyrosine and tryptophan. راح تزداد نسبة الفينالالانين كذلك راح تقل نقل العصبي بسبب قلة التريبتوفان والتريبتوفان اللي هذين يعتبرون كنواقل عصبية. Although cofactor defects account for only يعني هاي تقريبا هذا نسبة حدوث هذا المرض بالنسبة لهذا اللي مو بسبب هذا الانزيم 1 إلى 5 من حالات الفينالالانين levels. They must be identified so the appropriate treatment of the corrective factor along with the neurotransmitters precursors DOPA and 5-OH tryptophan can be initiated. يعني مو يطوم هذا الكوفاكتورات حتى ما تزاد نسبة ال شو اسمه الفينالالانين كذلك يعني ما يصير تلف بالنواقل العصبية. هذا أنا بالله سايبر أمريكا يقول كل ولاية كذا كذا صارت فيها وهيك شيء. تيست فور بي كي يو اختبار اختبارات خاصة بالبي كي يو اللي هو اختبار جوتري تيست is a semi quantitative bacterial inhibition assay for the phenylalanine.
هذا اختبار يعتبر سيمي كوانتيتيتيف، يعني قصدي يعطي تايتر، ما يعطي نسبي، يعني ما يعطي نسبة، ما يعطي تركيز. شلون يكون هذا الاختبار؟ يقول نيو بورن انفانت بلود از كولكتد اون ا بيس اوف فلتر بيبر، ناخذينه فلتر بيبر ونخلي عليه قطرة او دم الطفل. And a small disc of the filter paper is punched out and placed on the agar. ناخذ من هذا الفلتر بيبر الديسك نشبعه يعني بهذا الدم ونخليه بالاجار تنمو عليه بكتيريا اسمها الباسيلا سابتلس وياها ماده البيتا 2 ترينايل الانين. يقول the agar is able to support bacteria. يقول هذا يعني اجار بماده تعزز نمو هاي البكتيريا، بس هاي المادة الثانية اللي بيتا 2 الانانين راح تهبط لنا هاي البكتيريا او تقاوم نموها. بس بالمقابل اذا كانت نسبة الفينايل الانانين ضفناه على شكل ديسك بالاجار راح يتغلب على هاي المادة اللي هي تهبط البكتيريا، فبالمقابل البكتيريا راح تنمو. يعني نستنتج من هذا اذا البكتيريا نمت طبيعي معناها فينايل الانانين نسبته عالية وقدر يتغلب على هذا اللي يهبط البكتيريا، فهذا المريض عنده اكيد هذا المرض بي كي يو اللي هو فينايكيتونيوريا. اذا ما نمت البكتيريا اذا نسبتها قليله وبحيث هذا الانزيم الماده قدرت تتغلب على البكتيريا او على الفينايلانين فنمت ما تنمو البكتيريا. تحليل اخر اللي هو انفولف مايكرو فلورومتريك اسي فور ذا دايركت ميجرمنت اوف فينايلانين ان دراي بلاد فلتر ديسك. شنو هاي الطريقه؟ هاي تعطينا تركيز. is more adaptable to automation. أكثر شيء موجودة هاي بالأجهزة. I'm not affected by the presence of antibiotics. ما راح تتأثر بوجود الأنتيبيوتكس. هنا شيء يقول this procedure based on the fluorescence of a complex formed of phenylalanine وننهيدرين كوبر in the presence of dipeptide. The test required a pre-treatment of the filter paper specimen. يعني ناخذ الفلتر بيبر خلينا على الطفل. نضيف لهاي الفلتر بيبر with tricholoacetic acid اللي هو TCA. The extract is then هذا المزيج راح يعطينا راح وين راح نوضعه. Then reacted with a micro titer plate. Micro titer plate مثل ما نقول خل اوضح لكم صورته شكله اللي هو يصير هذا يحتوي على عدة تيوبات. طبق يحتوي على عدة تيوبات. فرغم ما أخذنا هذا المزيج ونخليه بهذا المايكروتايتر بليت شلون بالإلايزا with mixture of ninhydrin succinate and leucyl alanine in the presence of copper tartrate. هاي مواد كل شيء راح يسوي لنا. The fluorescence of the complex is measured using excitation emission wavelength of 360 ل 530 respectively. يعني هنا شو راح يسوون؟ راح يفعلون مادة الفينايل الانانين وي مادة وي مزيج يمزجوها وي خليط اللي هو قلنا فينايل الانانين نون هيدرين كوبر ويا دايبيبتايد، وهذا بعدين وين راح يودونه؟ يخلونه بمايكرو تايتر بليت. هاي مايكرو تايتر بليت بمادة اللي هي تي سي اي راح تتفاعل او راح تشع اشعاع فلورسنس وي هذا الخليط اللي ضفناه، فعلى قد ما اكو نسبة فينايل الانانين كثيرة راح قد ما يصير تفاعل اكبر يطلعون اكبر فيتناسب طرديا او العفو يصير اشعاع فلورسنس اكبر فراح يتناسب طرديا ويتركز في النهاية الانانية. Any positive result found in skin must be verified. هاي بعد هنا نقول الطريقة مالت الشعاع. اكو طريقة تحليل اخر كذلك for neonatal BKU was developed by 2005 using microwave assisted salicylate followed by gas chromatography mass spectrometry. أمينو أسيد هنا شو راح يصير؟ extracted from neonatal blood sample مثل ما كان استخرج من الطفل and rapidly derived with N2O نضيف لمادة ال N2O PIC اللي هو تريميثيل سايليل هيك شيء يعني اسمه صعب نوعا ما. المهم هذا المختصر مالته تراي حتى المختصر ما كاتب ايده تراي فلورا اسيتوميد under microwave radiation. يحطون يعني مثل ما نقول شلون بأشعة تحت أشعة المايكرويف إشعاعية. The derivatives are then analyzed by وهذا ال شو اسمه من راح يعني يكون إشعاعي راح يضيفونه بتقنية خاصة اللي هي
gas chromatography mass spectrometry. Gas chromatography بس خل حتى نستذكرها نوعا ما. هنا راح يضيفون العينة، راح يجي غاز يدفع العينة، مثلا الغاز راح يدفع العينة، راح يسخن، ما راح يسخن، راح كل مادة لها درجة حرارة خاصة، أو عفوا لها نقطة غليان أو انصهار أو تبخر. فكل أول وحدة تتبخر راح تكون راح تعطينا طيف بحيث يتناسب، يعطينا على شكل كيرف هذا الطيف، أو يعطينا مثل ما نقول تحفيز كهربائي يمر بأوعية. هاي الأوعية شلون مثل ما قلت تحفز كهربائي نتيجة مرور الأيونات، أيونات مثلا البروتين أو المرة تحللت راح يصير كذا إشارة كهربائية، فهذا يشيرنا إلى كذا مادة، وراح يتحلل شيء آخر كذلك يعني. فحسب ما سووا ضمن ستاندر أو شيء، الكيرف اللي يعطينا إياه كل مكان والمادة الخاصة بها. إذا مثلا حفظوا إنه مكان الأمينو أسيد مع الفينال ألانين في كذا مكان، كل ما يكون نسبته أكبر كل ما يكون إشارة كهربائية أكثر، وبالمقابل راح يعلى الكيرف. بالنسبة للغاز كروماتوغرافي وضايفين وياه ماس سبكترومتري. Prenatal diagnosis and detection of carrier status in families with PK are now available using DNA analysis. طبعا ضافوا له طريق وراثي اللي هي DNA analysis. Tyrosinemia. يقول this inborn metabolic disorder of tyrosine catabolism characterized by the excretion of tyrosine and tyrosine catabolites in the urine. هذا المشاكل الأيضية يصير بأطفال حديثي الولادة بتايروسين، تحطيم التايروسين أو تكسير التايروسين، وكذلك التواتج الأيضية للتايروسين بالإضراب أو يعم. There are three types of tyrosinemia. أكو ثلاث حالات من مرض التايروسينيميا. Each with distinctive symptom and caused by the deficiency of different enzyme. كل واحدة من هاي الحالات لها أعراض خاصة ونقص يصير بواحد من الإنزيمات. Type 2 tyrosinemia is the most severe form of this aminoacidopathy. أخطأ واحد بيهن، ويوجد تقريبا حوالي من واحد إلى كل 100,000 ميض. هذا النوع الأول يكون نسبة قليلة من نقص حاد بإنزيم فورمال أسيتو أسيتيت هايدروليز، هذا الإنزيم اللي هو خامس إنزيمات اللي تحتاجها لتحطيم التايروسين، فما راح يتحطم التايروسين وراح يتراكم. Symptom of type 1 tyrosine include هاي الأعراض تصير failure to thrive، ما راح ينمو المريض، diarrhea، إسهال، vomiting، تقيؤ، jaundice اللي هو أبو صفار، cabbage like odor يعني تصير راح شلون راح كابج شلون الملفوف أو الخضرة، نوع من أنواع الخضار طعم ال أعتقد التقيؤ. إيه extended abdomen يصير مثل ما تقول distended يعني شو مثل ما نقول شوفنا انتفاخ، بس انتفاخ بال البطن swelling of legs، انتفاخ قدمين، and increase predisposition of for bleeding، راح تزداد نسبة النزيف. Type 1 can lead to liver and kidney failure، السبب فشل بالكلى والكبد، كذلك جهاز العصبي إلى آخره، كذلك احتمال حتى سرطان الكبد. النوع الثاني هو التيروسينيميا is caused by deficiency of the synapse of enzyme tyrosine amino transferase. هذا تقريبا يحدث 1 إلى 250,000 تيروسين نان ترانسفيريز the first series of 5 enzymes that can convert tyrosine to smaller molecules. يحولون التيروسين إلى مركب أصغر وراح يطرح بالكلى وراح يعطينا طاقة. طبعا هذا الأعراض مالته excessive tearing راح يكون شوف والله شنو excessive tearing نحتاج نطلع مترجم لما جاي
تمزق وين بالضبط؟ ما جاي يعني. يعني تسائل بالعين اعتقد، او ها قصدي شو اسمه، تيرينج تدمع يعني، بحيث يتغطى العين بالدمع. فوتوفوبيا يصير عنده تحس للضوء، عايبين الم بالعيون، اند ريدنس حمار، وبين فول سكين ليجن راح تصير هالات بالجلد مؤلمة، عن بامز كذلك حتى اليد، عن سولز اوف ذا فيت كذلك بالكاحل او الجزء الاسفل من القدم. تايب اللي هو النوع الثالث، غير ديس اوردر يعني نادر ما يحدث، حالات قليلة كلش يعني بلغوا عنها. اللي يصير نقص بإنزيم اللي هو 4 هيدروكسي فينايل بايروفيت دايوكسيجينيز، هذا موجود أكثر شيء بالكبد وكذلك موجود بالكلى بس نسبة قليلة. one of these series enzyme need to break down tyrosine، هذا هم كذلك يحولون التايروسين. clinical picture of tyrosinemia variation include mild mental retardation، يصير تخلف بسيط بالعقل، سجر اللي هي أزمة تصير بالشخص أو أزمة عضلية أو شيء، periodic loss of balance coordination راح يصير فقد توازن والسيطرة أو انتباه. هاي حالات كلها شلون يشخصوها بالماس تندم ماس سبكتروفوتومتري اللي هي نوع من أنواع التقنيات المختبرية. هسه احكي لكم شنو القصد منه. ام اس على ام ام اس اللي هي مختصر ليه تندم ماس سبكتروميتري، شنو قصده؟ نضيف السامبل، السامبل راح نسلط عليها مواد مشعة يسوي لها ايونايزيشن يعني تنشطر المركبات الى موجبة وسالبة، موجبة وسالبة بالاعتماد على الجاذب، الوزن والشحنة، الحجم او الشحنة. راح تمر بانابيب تسليط تيار كهربائي، راح فقط نسمح بالموجات الموجبة بالعبور، المركبات الموجبة بالعبور. راح نسلط على هاي المركبات الموجبة فوتون، هاي الفوتون راح يعطيها طاقة، كذلك راح تنشطر وتتحول إلى نواتج أصغر منها بعد، يعني المركب يعطينا مركبات أصغر منها بعد نفس الشحنة. هاي نفس الشحنة راح تدخل كذلك باعتماد على الحجم والشحنة، حسب كل من حسب تركيبه وشحنته وحجمه تدخل التعرف اللي هو اما يكون او الجهاز يتعرف على المركبات هاي اعتماد على شحنتها اعتماد على حجمها، يعني مثلا وجدوا انه الامينو اسيد او تركيبات الامينو اسيد تعطي كذا شحنه كهربائيه، ومن يسوون كيرف مثلا بهذا المكان شافوا انه امينو اسيد مثلا فينايل الانين او الترايوسين هنا النسبة تزداد اعتماد على شحنته وحجمه من يطلع الكيرف اخر شيء. فكل ما زادت النسبة هنا اعلى كل ما تكون تركيز اكثر. يعني ما نقدر نشرح هنا بسرعة، لازم لها موضوع شامل لها لان التقنية صعبة شوية. هنا عندنا مرض اميني اخر اللي هو الكابتونيوريا. الكابتونيوريا is an inborn metabolic disease، هم كذلك وراثي محمول على جين ريسيسيف قلنا this GD gene which causes، هذا مختصر اسم الجين، which causes the lack of enzyme homo genotysate oxidase، هذا الانزيم شو يسوي؟ يشتغل على التايسين and فينال الانين، فهذا this disorder يحدث كل واحد الى 250,000. A predominant clinical manifestation of الكابتونيوريا that this patient urine turns brownish black، يعني الدراهم مال المريض يصير لونه بني الى اسود، when it mixes with air، اذا تعرض للهواء. This phenomenon is due to the accumulation in the urine of homogenistic acid، لان راح تكثر نسبة هاي المادة اللي هي homogenistic acid اللي هو HGA بالادرار، فيعطينا هذا اللون. which oxidize to produce the dark pigment اللي هو راح يتأكسد ويعطينا هذا اللون الغامق بإدراء. however in the late disease the high level of HGA gradually accumulate in the connective tissue،
وجدوا انه المراحل المتقدمة هذا راح يزداد كذلك وين بالانسجة الرابطة causing onchocosis اللي هو pigmentation of these tissue راح يطيها يكسبها كذلك صبغة الانسجة الرابطة and arthritis like degeneration from the build up of homogeneous cystic acid كذلك راح يعطينا يسوي التهاب مفاصل بسبب مثل ما نقول تكدس هذا الانزيم او الحامض كذلك بالكارتليج داك سبوت راح يسبب لنا بالعيون لهذا الخبيث هاي بعد اعراض ثانيه اللي هي تصبغ يسوي بشكل عام يورينالايسيس اللي هو تحليل ادرار is done to test for a captainuria when ferric chloride is added to the urine يضيف الماده اسمها ferric chloride شو راح يسوي؟ will turn the urine black in patient with alkaptonuria راح يتحول الادرار الى اسود المريض اللي عندهم الكابتنيوريا treatment for alkaptonuria is high dose vitamin C طول فيتامين سي هواية which has been shown not decrease which has been shown to decrease the build up of brown pigment in the cartilage راح يتصدى للتكدس الكابتنيوريا الكابتن هذا عفوا الانزيم قلنا عليه الجي اي راح يقلل من التصبغات بالكارتليج وكذلك يقلل من ال او يقل يحاول قدر الامكان يقلل من التهاب الفاصل عندنا مابل سيراب يورين ديزيز شنو هذا مابل سيراب ديزيز result from the absence or greatly reduced activity of the enzyme branch chain keto alpha keto acid carboxylase blocking the normal metabolism of the three essential branch chain amino acid راح ياثرين على هذا الانزيم اللي هذا الانزيم راح يكون لنا المفروض يكون لنا ثلاث احماض امينيه حيويه او مهمه اللي هي اليوسين ايزوليوسين وفالاين هذين راح ينعدمن تقريبا بسبب هذا الانزيم راح ما راح يتكون او راح يقلل من وظيفه هذا الانزيم هذا المرض اللي هو مابل سيراب يورين ديزيز is an autosomal recessive hypoalbuminemia مرض جيني موجود newborn screening for hypoalbuminemia هذا يقول سيفل لقوب كذلك ولايات من هذا القبيل ومن هذا الشيء كذلك result of this enzyme defect راح مثل ما يقول يتراكم مو النواتج الايضيه وانما تقول العمليات الايضيه تتكون هذين الامينو اسيد يعني بعدها ما بتكون امينو اسيد فراح تتراكم المواد اللي تدخل بتكوينهن وين بالنخاع الشوكي وبالدم وبالادرار حس راح يشوفون يقول على اساس ان الاطفال عندهم هذا المرض يكون ينردون طبيعيا بس ورا اسبوع راح يصير عندهم كسل تقيؤ فقدان شهيه من هذا القبيل حتى ما راح ينمون ومشاكل بالجهاز العصبي مصر ريجيديتي تصلب بالعضلات ستبر شنو قصده ستبر سبات او غيبوبة اوكي عند سبايت ريجولاريتيز راح يسبب مشاكل بالجهاز التنفسي احتمال يسبب لنا تخلف عقلي كذلك ازمه تصير نفس ازمه بالعضلات جسمه اسيدوسيس يصير عنده اللي هو زياده حامضيه هايبوغلايسيميا نقص السكر الكالسيوم اذا واحتمال يسبب لنا موت اذا ما تعالج شلون نكشف عن هذا المرض المختبرين موديفايد جوثري تيست جوثري تيست قلنا هذا يكشف لنا فينال كيتون يويا لان كذلك شو يسوي يكشف لنا على حاله المابل سيراب يورين ديزيز هم كذلك نفس الشيء انهبيتر انكلود ذا جروث ميديا بس شنو هنا المادة المكان ما يضيفون ذيش المادة اللي قلنا عليها بس خلي اذكرها شنو هي المكان ما يضيفون مادة البيتا تو ثينايل الانين اللي هي مهبطة هنا راح يضيفون مادة ال فور ازاليوسين لان هاي مو بس امينو اسيد واحد عدة امينو اسيد كذلك طريقة ثانية مايكروفلوريمتريك اسي فور ذا ثري برانش تشين اللي هو بس تريتد والسولفنت هم راح يضيفون ياخذون عينه من الطفل وراح يضيفون عليها هاي الماده اللي هو مكس اوف ميثانول اند سيتون تو دي نيتشر دي هيموجلوبين على مود تحلل لنا الهيموجلوبين ونطلع اليوسين اللي بداخله ويضيفون عليها ماده اليوسين دي هيدروجينيز از ادد تو ذا اليكويت بهذه الماده وذ اكستراكت اند ذا فلوريسنس اوف ذا ان اي دي برودوس ان ذا سبسيكونت ريأكشن از ميجرد وراح يضيفونه وين باي مايكرو تايتر بليت ثاني مساعدين عليهن بماده حساسه لهذا الخليط
وراح تعطينا على شكل اشعاع فلوسنس، وهذا راح يتناسب طرديا ونسبة اليوسين. اذا زالت نسبة اليوسين اكثر من 4 ملغ على الديسلتر، هذا راح يعطينا باعتبار ان هذا المرض موجود عندنا. كذلك يستخدم الماس تندم سبكترومتري اللي حكينا عنها بكشف هذا المرض. عندنا ايزوفاليريك اسيديميا. ايزوفاليريك اسيديميا از اوتوسومال ريسيف ميتابوليك ديس اوردر فروم ديفيشنسي اوف انزايم، يصير نقص بانزايم ايزو ايزوفاليريال كو اي دي هيدروجينيز. هذا الشيء يسوي الانزايم، مفروض ما راح ينعدم. ايش راح يسوي؟ بريفنتنج نورمال ميتابوليزم اوف برانت تشين امينو اسيد ليوسين. ما راح يكون الليوسين اذا تاثر وظيفته هذا الانزيم. This prevalence of the azovaleric acidemia is approximately 1 in 250,000، وموجود بالمشكلة بالجين اللي هو ينتج لنا كو اي ديهايدروجينيز جين. الخصائص الموجودة بهذا المرض اللي هو رائحة او العرق بالاقدام بولد اب بسبب زيادة الفاز ايزوفاليريك اسيد. كذلك مشاكل صحية تو ايزوفاليريك اسيد رينج فروم فيري مايلد، يعني حالة بسيطة، أعراض بسيطة إلى مهددة بالحياة. بالنسبة مهددة بالحياة تسبب لنا تلف بالدماغ وبالجهاز العصبي، هم راح يقل عند النمو، راح يتقيأ ومن هذا القبيل. نفس الشيء نفس الأعراض نفس التقنية هم ماس بكتوفيتمتري، بس ناشي يقول العلاج مالته بروتين ريستركتيف دايت، يقلل نسبة البروتين إله حتى ما يصير زيادة بهذا الحامض ايزوفاليريك اسيد اللي راح يكون سام للجهاز العصبي. يورين اوف نيو بورن كان بي سكرين فور ايزوفاليريك اسيديميا بواسطة هاي تقنية نفس الماس تندم سبكترومتري. هاي بعد نفس الشيء، ماكو شيء. هوموسيستين يوريا، شنو قصده؟ زيت انذر انهرتد هكذلك مرض جيني امانو اسيد هوموسيستين يوريا از ذا لاك اوف انزايم، يعني اغلبهن تلف بالانزيمات اللي تكونن كذا امينو اسيد اللي هو سيستاثيونين بيتا سينثيز، على مود يكونن الانزيم اللي هو الامينو اسيد اللي هو الميثيونين. فبالمقابل راح يرتفع لنا نسبة الميثيونين and of the precursor homocysteine، راح يزداد هذا نسبة بالدم. This incidence of this يعني ما المفروض هو شنو هذا الانزيم؟ يحول لنا الميثيونين، ما يخليه يتراكم، اذا يتراكم مثلا يشترط عليه يقلل نسبته، لانه ماكو راح الانزيم راح تنعدم وظيفته او راح يقل هو، فراح يتراكم الميثيونين والامينو اسيد كذلك الثاني اللي هو هوموسيستين اللي هو شلون ما نقول ناتج ايضا عنه. This incidence of this disease، هاي يقول كذا نسبته. Mental retardation يسبب احتمال حتى وفاة مالتي سيستميك ديسوردر بالكونكتيف تيشو بالجهاز الأنسجة الرابطة بالعضلات. العلاج مالت أكيد راح يقللون الأكل البي ميثيونين. النيوناتال سكرين كونست أوف جاثري تيست، راح يستخدم جاثري تيست كذلك بالكشف، بس يضيفون مادة الميثيونين سلفوكسيمين أز ذا ميتابوليك إنهبيتر بالوي البكتيريا. HPLC اللي هو هايبر فورمس ليكويد كروماتوغرافي از ذا تيست يوز ذا انكونفيرماتي ميثود. ال HPLC تقنية، شلون تقنية الجاز سبكترو جاز ليكويد كروماتوغرافي، شلون جاز كروماتوغرافي؟ هاي نفس الشيء سبكتروفيتمتري، نفس الشيء هسه نشوف نضيف هنا العينة، راح يجي سائل يدفع العينة بهذا التيوب، هذا التيوب بي اما يضيفون بي مواد مثلا قطبية او لا قطبية، فراح يتأخر كذا مواد مركبات من الوصول، وباعتماد على القطبية مالتها، فاول واحد راح يدخل الديتكتر اللي هو الكشاف هو اللي راح يرسم لك الكيرف على الشيء مالته، اعتمادا على الاشارة الكهربائية، اعتمادا على الاحتراق والاحتراق راح يحرق مثل ما نقول راح يحرق لنا المركبات هنا او السامبل، راح يتبخر المحتويات مال السامبل اللي هو بيها الامينو اسيدز كذلك بيها مواد اخرى، وهاي الامينو اسيد راح يسوي بنا شراره كهربائيه لان راح تنتقل ايونات من كاثود قول مثل انوت او بالعكس،
اعتمادا على حجمها وشحنتها، فراح تعطينا كيرف ونعرف هذا ايش قد نسبته وهذا ايش قد نسبته. كذلك نستخدم الكترومات جرافيكية نفسها، الكترو سبري وتندر ماس، هاي مرات يمزجون أكثر من تقنية، يعني هاي التقنية للنص ويربطوها ويدي التقنية من الساعة حشينا عليها اللي هي الايونيزيشن، ويضيفون السفوتون يعني زيادة دقة أكثر. تقول هنا الهوموستين ذا زاد راح يسبب لنا مشاكل القلبية ومن هذا الشيء، واحتمال ازدياد نسبته بالبلازما، احتمال يسبب لنا تجلط او من هذا الشيء. سيتشولينيميا، سيتشولينيميا هي بلونج تو كلاس اوف جينيتك ديس اوردر كولد يوريا سايكل ديس اوردر. يوريا سايكل از ا ميتابوليك سيكونس ذات تيكس بليس ان ذا ليفر بروسس اكسس نيتروجين. يقول اليوريا تتكون بالليفر يحولوا نيتروجين الى اول ما البروتين يستخدم راح شو اسمه يتحول الى نيتروجين، نيتروجين بعدين يتحول الى امونيا، امونيا يتحول الى يوريا. اي فيقول ستيلين از انتد اوتوسومال بها النوع الاول اللي هو اكثر شيء شائع كذا من سبته. ستيلين از فاوند برايمري ان جابان جابانيز اكثر شيء باليابان. تايب 1 سيليميا الاعراض مالته كوز باي ذا لاك او مارشين سبب مالته انزيم ارجينوس ساكسينيك اسيد سينثيتيز اللي هو انزيم ناقص بي راح يسبب لنا زيادة حامض امينيا سيتشولين as well as ammonia in the blood affected the infant. clinical symptoms include lack of appetite, fail to thrive, a vomiting, lethargy, seizure شو مثل ما اقول تقيؤ والبطء بالنمو وليثرجي مثل ما نقول يعني خمول يصير عنده نوبة عصبية أو نوبة نفسية أو نوبة عضلية and كوما يعني غيبوبة ومن هذا الشيء. أمونيا بولد أب إن ذا بودي إف نوت تريد أمونيا مادة سامة فهي المفروض تتحول إلى يوريا. من تريد تتحول إلى يوريا عن طريق السيتشولين، السيتشولين اللي هو حامض أميني يستخدم في هاي العملية. احتمال يسبب الام بال شو اسمه يتراكم بالجهاز العصبي بالدماغ ويسبب لنا الم من هذا القبيل. النوع الثاني كوز ميوتيشن ذات ويل اذروايز بروفايد ديستركشن فور ميكينج ذا بروتين سترين. هذا النوع الثاني شو يقول؟ راح يسبب لنا طفره بالجين. هذا الجين اللي المفروض يكون سترين سترين راح تقل. That are used in the production and breakdown of simple molecule transferred by citrine are also involved in the production of nucleotide. ناشي يقول بلا بالضبط. يقول citrine helps transport molecule inside cell. يسمح بمرور المواد داخل الخلية. كذلك السكر production of protein تكوين البروتينات and the urea cycle. بتجينا كذلك باليوريا cycle. Molecule transport by citrine are also involved in the production of nucleotide. احتمال حتى يكون لنا الاحماض النووية اللي هي تدخل بتركيب الدي ان اي وتنان راح تسبب لنا ما راح تكون لنا الدي ان اي لان راح تقل نسبتها وار ان اي كذلك سترينيميا سي ار بريفنتد فروم ميك سترين وتش انهبز ذا يو سايكل يعني راح تسبب لنا هاي الاعراض مال تراكم الامونيوم من هذا القبيل. اكيد اذا نريد المريض ما عنده سترينيميا شلون نشوف هالحاجه يسوي نطي هاي كالوريك بروتين سيستكتيف دايت ما راح نعطي هاي المادة اللي يسبب لنا تراكم اللي هي السترينينيا السترينين اعتقد of increased high calorific protein restrictive diet يعني تكون نسبة البروتين بيقل عند ما يتراكم عندنا الامونيا لان ما راح نقدر نحول البروتين الى يوريا لا راح تتحول الى امونيا فماكو فايدة هاي شيء مضر. الارجينين سبلمنتيشن هذا يفيدنا كذلك نضيفه and administration of sodium benzoate and sodium hyphenyl acetate. الارجينين قلنا واحدة من الفوائد مالته حتى نتأكد راح يعطونا هذا الطعام يساهم انه ب
نقل العازات العصبية، يعني وي يعني ما يصير مشاكل بالجهاز العصبي. كذلك هنا administration of benzoate and sodium phenyl acetate، هذين كلهن يحفزن الجهاز العصبي ويساعدن على ما يسبب عند يعني مثل ما نقول اغماء او من هذا الشيء. ارجينوسيرسينايك اسيديوريا، هذا اللي هو اس اي از انهيرتد ان انوتوسومال، كذلك هو مالجيني. هذا ذا يوريا سايكل ديس اوردر راح يسبب لنا فشل او تكوين اليوريا. ارجينوسيرسينيك اسيديوريا اوكرز ان ابروكسيميتلي كذا نسبه. برون وذ ارجينوسكلاك ذا انزيم ارجينوسيرسينيك اسيد لايز اللي هو انزيم which prevent the conversion of arginosinic acid into arginine. ما راح يتكون الارجينين، راح تزداد نسبة الارجينوسيرسينيك. also cause build up of amino acid citrulline، راح تزداد نسبة السيترولين اللي هو الامينو اسيد بالدم due to the mutation، بسبب طفرة بهذا الشيء. هذا cause the arginosinic acid urea. the urea cycle cannot proceed normally and nitrogen accumulate in the blood. فما راح تتكون اليوريا، راح تكون الامونيا تراكم بالدم، يعني نفس اعراض مال ذاك المرض. كذلك العلاج نفس الشيء، هم لازم يعطونا ارجينين، ما راح يعطونا السيترولين، راح يعطونا ارجينين و بنزويت صوديوم فينايل اسيتيت. كذلك نفس الشيء سكرين تيست كان ديفيشيت سيترولين فروم ارجينوسيرسينيك اسيد. ها هنا شيء يقول It should be noted that the newborn screen test cannot differentiate. ما نقدر نفرق بين هذا المرض والمرض اللي فوقه، لأن هذا فرق سيترولين وهذا فرق أرجينية، واثنيناتهم اللي دخلنا تركيب اليوريا اللي تحت الهي أمونيا، فما نقدر نفرق بيناتهم. الناسستين يوريا شنو هذا؟ هم كذلك مرض جيني. هذا شنو شي يصير؟ That is caused by defect in the amino acid transport system rather than metabolic enzyme deficiency. يعني ما راح يصير مشكلة بالإنزيم، وإنما بالنواقل تنقل هذا الأمينو أسيد. سيستين يوريا is characterized by an adequate absorption، ما راح يصير امتصاص بالسيستين من الكلية الصفي. result in excessive concentration of the amino acid، فراح يزداد تركيزه. سيستين precipitate راح يتجمع بالإدراك، كذلك يكون لنا حصوات بالكلى، يوريترز بالحلب والمثانة. The kidney stone offer if recur throughout the patient's lifetime. Why تجي تتكون بصورة مستمرة بحياة المريض، راح تسبب لنا عندنا تبول دموي من هذا القبيل، ألم بالكلى وهذا الشيء. العلاج مالته to prevent the formation of cysts، نمنع تكون الحصوات. شلون هذا يصير؟ increasing the volume of urine to reduce the concentration، يعني نزيد نسبة اليورين. accomplished by increasing the volume of urine to reduce the concentration of cysteine in the urine and use it precipitating from the urine. يعني مثل ما نقول نزيد نسبة اليورين إلى المواد المركزة بداخلها، فما راح تكون الحصوات، يعني مثل ما نقول يصير تخفيف للكلى أو السوائل داخل الكلى. High fluid intake means an absolute minimum، فراح شنو راح ناخذ كميات كبيرة من الماء، يعني يصير تخفيف، ما راح يصير تركيز. تقريبا 4 لتر يوميا. بس كله هاي يقول do not stop the formation of stones، فذلك راح يعطونا كذلك علاج هو البنسلين لامين is prescribed. شنو فايدة بنسلامين؟ more soluble complex with cysteine، كونه معقد مع البنسستين، because cysteine itself is relatively insoluble with cutaneous نفلو، يعني راح يسوي معقد ويا السيستين فما يمنع ترسبه. We continuous nephro nephro trypsin PNL has been performed as an alternative to surgery to remove the kidney stone. شنو هذا بالله؟ هاي تقنية بديلة عن ال عملية عم يستخرجون الحصوة. The surgical procedure to remove the medium to large kidney stone from the kidney. This under general anesthesia due to mixed mold. يصير يعني يسوون شق صغير بالكلى ويستخرجون هذه الحصوة، ممكن ما يسوون عملية جراحية كبيرة. Cysteine can be diagnosed by testing the urine for cysteine using cyanide, nitroprusside,
which will use a red purple color on a reaction with the sulfur hydryl group. إذا يشوفون هاي المعادلة الإدرار راح يكونوا معقد مع السيستين ويعطيني لون أحمر إلى وردي. False positive result as a result homocysteine must be ruled out. مرات homocysteine اللي هو يشبه السيستينيوريا اللي هو يشبه السيستين هم يتكون وعاء هذا المعقد فهم يعطي النتيجة موجبة بس هي تكذب. احنا هذا لين موجود homocysteine مو السيستين نفسه يعني مو المرض نفسه بس اكو امينو اسيد ثاني يشبه السيستين وهم يسوون معقد مع هذا المادة اللي نضيفها فهم يعطينا مركب لوني اللي هو الأحمر إلى وردي. Another laboratory finding is large amount of urinary levels of three other amino acids. أكو مواد أحماض أمينية ثانية تشبه السيستين هم تعطينا نفس اللون اللي هو السيستين لايسين أرجينين أورنيثاين. أيون إكسشينج كروماتوغرافي كان بي يوز for quantitative analysis of amino acid in the urine or plasma. Ion exchange chromatography خلينا نشوف هاي التقنية والله. هاي شنو هو؟ اي يضيفون شلون التيوبة طويلة بيها هاي التيوبة طويلة شلون المركبات تجذب البروتينات حسب تركيزها حسب حجمها حسب الشحنة مالتها بالمقابل تسمح لل بغى شي يسوي والله بعد تبقى بس الماء مرتبطات يغسلوها بعدين اول ما يضيفون سامبل راح يقزم يرتبطون وقسم ما يرتبطن وراي يسمون الكاتيون اكسشينج والنايون اكسشينج راح يفصلون الغسل كذلك بعدها راح اللوجن سيت اب اعتقد هاي اذا نظري افضل يعني ما ادري شو اسمه Now I go exchange spiration are carried out mainly in the column back to the ion exchanger. These ion exchangers are commercially available. They are made up of styrene, divinyl benzene, example. The choice of exchanger depends. First, the column is filled with ion exchanger, then the sample is applied, followed by the buffer. This buffer, biodine buffer, acetate buffer, and straight phosphate buffer are widely used. These particles have high affinity for ion exchanger that will come down the column along with buffer. In the next step, using corresponding buffer, separate the tightly bound particle. Then these particles are analyzed spectroscopically. Spectroscopically, قصده. يعني نقول شلون مثل ما أقول من راح يرتبطن الجزيئات حسب حجمه والشحنه نخلي احنا المادة مثلا تتلائم ترتبط ويا الامينو اسيد اللي نريد الحين نقيسه ويا المركب اللي نريد نقيسه وراها ورا ما نغسل وهاي راح تلقى بس المادة اللي احنا نريد نقيسه ونسلط عليها ضوء او امتصاصية او هيك شي راح تعطينا اللون هذا اللون يعني الامتصاصية راح قصدي تعطينا اياها تشير الى تركيز كذا امينو اسيد يعني راضي شرح هاي تقنية صعبة. Amino acid analysis plus sample for amino acid analysis should be drawn after at least 6 to 8 hours
فاست، يعني يكون واحد ما متريك او ما متغدي 6 ساعات 8 ساعات، عمد ما شو اسمه خاف واحد، لان اذا ياكل احتمال راح يصير امتصاصيه للامينو اسيد وراح تزداد نسبتها. يقول اذا مثلا the proteinization should be performed، المفروض نحول البروتين الى امينو اسيد بالعين ناخذها. هاي التقنية اللي هي thin layer chromatography، شو يسوون بالضبط؟ يخلون chamber، يعني شلون الحوض، يخلون بيه محلول سائل ويضيفون فوق العينة، ويجيبون ورقة اللي هي ورقة يسموها thin layer chromatography، يضيفوها فوقها، هاي بيها مثل ما نقول صبغات كذا مكان. فشنو هو من تقنية الشرب الخلوي، تقنية الشرب يسمونه اللي هي chromatography او الاستشراب والخاصية الشرعية، راح تبدي السامبل تصعد خلال هاي الفلتر، كل من حسب شحنته وحجمه حسب الامينو اسيد، كل واحد راح يوصل لمرتفع معين، يعني كذا واحد يوصل لكذا مرتفع، واحد يوصل لكذا مرتفع، وبعدها راح يسلطون عليه ضوء، هذا الضوء بيحتوي على اشعة الترا فايولت، فراح تضوي هاي المناطق اللي انقلنا بيها الصبغة. كل ما زادت اللون الصبغة كل ما زاد تركيز الامينو اسيد، طبعا كل امينو اسيد الى مكان يوقف عدة، فمن خلاله يعرفون تركيزه. هنا يقول شرح عنه from this chromatographist، وراها ورا ما يكملون انه بيديرون بصورة زاوية 90 درجة، راح حما كذاك اكو محلول ثاني راح يعبر بنيوزد، يعني غير شرح بحد، هاي التقنية شوية هم مطولة. The chromatogram is viewed by staining with non-hydrin which gives most amino acid a blue color. وراح يضيفون هاي الورقة او الفلتر بمادة، هاي المادة راح تعطينا صبغة زرقاء اللي تخص الامينو اسيد. كان بي سيبريتد اند كوانتيتيد باي ايون اكسشينج كروماتوغرافي، يستخدمون التقنية الثانية اللي ايون اكسشينج كروماتوغرافي مثل هاي بيرفورمس ليكويد، كذلك اكو تقنية ثانية بيرفورمس ليكويد ريفرس فيز سيستم اكتب ذا فلورسنس ديتكشن او كابلر الكتروفوزز. التقنية هاي كابلر الكتروفوزز اللي هي تفصل الامينو اسيد احتمالا على الحجم والشحنه، بعدين راح ناخذه. Another technique that provide highly specific and sensitive method for the measurement of amino acid is mass tandem mass spectrophotometry اللي هي مساحة حكينا عنها. قلنا الايون اكسشينج كروماتوغرافي حتى ما ننساها. اللي قلنا هاي الوسائد وهذا الشيء، وتعرض بيها كل وسائل او عفوا مركب يتعرض بيه كذا لون ويسلطون عليه الضوء راح يعطينا اللون للبان او الامينو اسيد للبان حسب الشحنه والارتباط القطبيه.